يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 14 والجو فيها معتدل. في الإسكندرية 20-14 والجو أيضا فيها معتدل. في مطروح 20-12 الجو فيها معتدل. في بورسعيد 21-15 والجو فيها معتدل. في الإسماعيلية 22-13 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة والصغرى 14 درجة والجو فيها معتدل. في العريش 22-14 الجو معتدل. في طابة 21-15 الجو أيضا معتدل. في شرم الشيخ 24-18 والجو فيها أيضا معتدل. وفي الغردقة 25-16 الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 12 والجو فيها أيضا معتدل. في أسوان 26-13 الجو فيها معتدل. في الوادي الجديد 24-11 والجو أيضا معتدل. أما في شلاتين فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة والجو فيها مائل للحرارة. وفي حلايب كذلك الجو معتدل وتشير درجة الحرارة إلى أنها 26 درجة العظمى والصغرى 19 درجة. والآن نترك حضراتكم مشاهدينا الكرام مع أهم توقعات درجات الحرارة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.